الأصحاح الرابع. أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. أكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصح في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فإني أنا الآن أسكب سكيبا، ووقت حلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حافظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. بادر أن تجيء إلي سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية. لوقا وحده معي. خذ ماركوس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الركوك. إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة، ليجازه الرب حسب أعماله. فاحتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالنا جدا. في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة ويسمع جميع الأمم. فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى ظهر الدهور آمين. سلم على فريسكا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس. أراستوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء. يسلم عليك أفوبولوس وبوديس ولينوس وكلافيديا والإخوة جميعا. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم. آمين.